ايه انسب ايام لصيد الشط يا جماعه، وايه انسب ايام لصيد الغزير او صيد القارب؟ انسب ايام اللي هي ايام الحمل وايام الفساد. ايه هو الحمل، ايه هو الفساد؟ ده فيديو النهارده ان شاء الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل، يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. النهاردة بمشيئة الله احنا في قائمة تشغيل اللي هي احتراف صيد السمك، اللي ان شاء الله القائمة دي هيبقى فيها فيديوهات نظرية بمشيئة الله يعني. النهاردة ان شاء الله كنت وعدتكم في اخر فيديو على القائمة دي ان احنا هنتكلم ان شاء الله على انسب يوم لصيد الشط وانسب يوم لصيد الغزير او صيد القوارب. الموضوع ده يا جماعة بيرتبط بحاجة اسمها الحمل والفساد. احنا في صيد البحر عامة احنا كل علاقتنا مرتبطة بالقمر، سواء في المد والجزر، وده هنتكلم فيه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، وسواء في الحمل او الفساد. ايه الحمل وايه الفساد؟ ايام الحمل دي بتبقى ايام البحر بيبقى فيها عبارة عن تيارات متكررة، السمكة ما بتبقى قليلة النشاط في وقت التيارات دي، بتبقى تيارات مية قوية متكررة ومتغيرة، بيبقى فيه في البحر زي نظام عصر كده للسمك، يعني زي ما احنا مثلا اليوم اللي عندنا في الأرض بتاعتنا أو في الطبيعة بتاعتنا، اليوم اللي هو مثلا بيبقى فيه ريح، أو اليوم اللي هو بيبقى حر زيادة عن اللزوم، فبنبقى الحركة بتاعتنا ضعيفة، ما بنقدرش نتحرك ياما، بنحاول نأجل الحركة بتاعتنا ليوم تاني. دي نفس الفكرة في البحر وفي عالم الأسماك اللي هو الحمل والفساد. طبعا يا جماعة وانا بنتكلم كده انا عايزكم تعرفوا ان مدارس الصيد مدارس كتيرة، كل واحد ليه مدرسة متخرج منها، في اللي متخرج من مدرسة نظرية، وفي اللي متخرج من مدرسة عملية، وفي اللي متخرج من الاتنين. فممكن ناس تكون احرف مني في الصيد وعندها معلومات اقوى مني ما يعجبهاش الكلام بتاعي، وفي ناس برضو هتأيدني. المهم ان انا حبيت نقول لك كده عشان لو لقيت كلامي مختلف مع حد تبقى عارف ان ده مرتبط بالمدرسه اللي انا اتخرجت منها، وانا الحمد لله متخرج من مدرسه كويسه يعني، فخلي عندكم ثقه في الله في الكلام اللي انا بنقوله. ايام الحمل يا جماعه دي بيبقى ايام صيد الشط فيها مناسب، بيبقى الصيد من على الشط مناسب، وايام الفساد بيبقى الصيد من جوه البحر صيد مناسب، او من على القارب صيد مناسب. ايام الحمل التيارات المية بتبقى جوه في البحر، بتبقى تيارات قوية ومتغيرة، بيبقى في نظام عصر كده للسمك، السمك بيعصر في بعضه فبيكن جوه وبيحاول يهرب لفين؟ للشط. دي ايام الحمل، عشان كده صيد الشط مناسب فيها في ايام الحمل. ايام الفساد طبعا بتبقى نفس العكس، بيبقى على الشط تيارات المية قوية ومتغيرة، بيبقى فيه نظام عصر للسمك، السمك حركته بتقل وبالتالي بيبقى بيدخل لجوه. دي فكرة كده ايه، نظرية كده عامية سريعة عن الموضوع ده. امتى بقى ايام الحمل وامتى ايام الفساد، وايه انسب ايام الصيد على الشط وانسب ايام الصيد جوه؟ بصوا يا جماعة، ايام الحمل بتبدأ معايا، طبعا احنا الكلام كله يخص الشهر العربي، بتبدأ معايا هنا. انا عملت طبعا الجدول ده قبل ما نتكلم عشان نعرف نفهمكم. ايام الحمل بتبدأ معايا من يوم 27 في الشهر العربي، عندنا حمل 27 و28 و29. انسب يوم لو الشهر 30 يوم هيبقى يوم 30، لو الشهر 29 يوم هيبقى 29، يبقى انسب يوم في ايام الحمل اخر يوم في الشهر العربي. اخر يوم في الشهر العربي ده بمشيئة الله هيكون أنسب يوم لصيد الشط. بعد منه طبعا يوم واحد واثنين وثلاثة واربعة في الشهر العربي. كده أول أسبوع من الشهر العربي خلص. الشهر العربي عندنا بنقسمه في جدول الحمل والفساد، بنقسمه ل 28 يوم يا جماعة. نيجي بعد كده بعد اليوم أربعة دوت هناخد عشان نكمل برضه ورا بعضنا، هنكمل بقى هندخل في أيام فساد. معايا يوم خمسة
معايا يوم 6، معايا يوم 7، يوم 8 ان شاء الله هيكون انسب يوم لصيد المركب او صيد الغزير. يوم 8 في الشهر العربي بيكون دايما انسب يوم لصيد الايه؟ لصيد الغزير. معايا برضو يناسب الشهر العربي هنقول 9 و10 و11، تمام؟ و11 كل دوت ايام فساد. يبقى الاسبوع الثاني من بعد يوم 4 يا جماعه عندي يوم في ايام الفساد في الشهر العربي، من بعد يوم 5 لحد يوم 11 دي اسمها ايام ايه؟ ايام فساد. لو هنتكلم بطريقه ثانيه هنقول مثلا اول اسبوع، اول 5 ايام يا جماعه في الشهر العربي حمى، بعد منهم 7 ايام فساد، بعد منهم 7 ايام حمى، بعد منهم 7 ايام فساد. بعد كده يا جماعه هنرجع تاني لايام حمى اللي هو من يوم 12 13 14 في الشهر العربي القمر فيه هيبقى مكتمل. يوم 15 بمشيئه الله هيكون ده انسب يوم في نص الشهر الثاني للحمل، في ايام الحمل يوم 15 انسب يوم لصيد الشط في نص الشهر الثاني اللي هو نص الشهر العربي بالظبط ان شاء الله، ده بيبقى يوم مناسب لصيد الشط. بعد منه 16 17 18 ده كده نهينا الاسبوع الثاني لايام الايه؟ لايام الحمل في نص الشهر الثاني. ونكمل بعد كده يا جماعه 19 20 21 يوم 22 في اخر الشهر العربي، يوم 22 في اخر اسبوع من الشهر العربي ده بيكون انسب يوم لصيد الغزير او صيد القارب، وده بيكون الاسبوع بتاع الفساد. يبقى 19 20 21 22 لحد يوم 24 دي يا جماعه بتبقى ايام فساد. تمام يا جماعه، انا مش حابب نطول في الفيديوهات دي عشان ساعات اللي بيدخل يبحث بيبقى عايز معلومه مقتصره، والإطالة طبعا بتضايق الايه؟ بتضايق الناس. فأنا هنستكفي بكده إن شاء الله تكون المعلومات وافية معانا. عايز نذكركم برضو نختم الكلام يا جماعة إن إحنا عندنا في أيام الحمل في الشهر يومين مناسبين خالص لصيد الشهر، بيبقوا أفضل أيام في الشهر هما يومين لصيد الحمل اللي هما يوم 30 ويوم 15. وعندي أفضل يومين لصيد الغزير أو صيد المراكب اللي هو يوم 8 ويوم 22. يا رب يا جماعة ما نكونش طولت عليكم، ما تنساش تعمل لنا لايك، تشترك عندنا في القناة. كان معاكم أخوكم سامح الخوالقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.